بتتفرج على البطوله وانت بتتابع البطوله وانت جوه البطوله نفسها، كنت حاسس ايه المباراه اللي كنت قلقان منها؟ كنت حاسس ان هي ممكن تعرقل او تعمل حاجه مفاجاه؟ هي كان اللي بتقلى منها شويه مباراه تونس، عشان بتبقى فيها شد عصبي وبيخبطوا شويه بيضربوا شويه. لكن في حاجه عايز اوضحها، هي الناس حاسه ان البطوله ضعيفه، لكن البطوله ضعيفه. بس عايزهم يا جماعه، منتخب مصر بقى في حته تانيه. منتخب مصر يعني الله اكبر عليه، بقى في حته تانيه، حته تانيه خالص. اللعيبه اما تركز وتبذل مجهود عالي تحس ان هي منتخب عالمي. يعني انا كنت بتكلم مع الكابتن ايمن صلاح في الشوط الثاني، كنا قاعدين جنب بعض وبنتفرج على المباراه، بقول له ما شاء الله في شويه لعيبه في الفريق ده، ربنا يبارك فيهم. الفرقه دي تنافس على كاس العالم. الله عليك، انا عايز تنافس على كاس العالم. الله عليك. والله ومش بعمل لود على الفرقه. ربنا يوفقهم. ودايما احنا يعني دلوقتي الناس عندها عقليات بتشوف وتتفرج وتقدر توزن الامور. فرقه مثلا ما حققتش يقول لك بس الفرقه دي بذلت مجهود جامد. الماتش الدنماركي كان تقيل، انت بتلاعب بطل مش فرقه صغيره، وفي نفس الوقت الاعداد مختلف عن اوروبا. لكن احنا ما شاء الله دلوقتي تعالى نعد محترفين، عندنا محترفين كتير، عندنا لعيبه ما شاء الله البنيه بتاعتهم جسمانية. الكتله العضليه كمان وجسمانيه قويه جدا. عشان دي كانت حاجه بنعاني منها بعض الشيء في بعض المباريات العالميه، كنا نقول ان البنيه الجسمانيه عند المنافسين اقوى مننا. احنا ما شاء الله عندنا جيل قوي يقدر ينافس بشكل كويس، مع اعداد جيد للفريق، مع حجم فتح الاحتراف، وفي نفس الوقت انت بتحترف كمان في انديه محترمه. ايوه، يعني مش انديه قليله. حاليزين بينافس بطل اوروبا، محمد ممدوح هاشم، يحيى خالد، ناس كتيره محترفين كتير بقى، والدرع الاخوين وحراسه مرمى عندنا الطيار ومحمد علي وكان كريم، وما شاء الله حميد برضو مستقبل حراسه المرمى. عندنا لعيبه كتير وفرايتي كتير جدا، فاحنا عندنا منتخب مصر في كره اليد في حته تانية بعيده يعني عن كل الفرق بصراحه. يعني احنا لما نقول ان احنا ينفع ننافس كاس العالم، دي مش حاجه مبالغه. ننافس، انا بتكلم مع اعداد جيد، مع اعداد جيد. عندنا لعيبه، عندنا لعيبه تقيله، عندنا سند هداف الدوري الفرنسي او تاني هداف الدوري الفرنسي، لعيب تقيل لوزنه، عندنا لعيبه، عندنا لعيبه محترمه مع اعداد الجيد. طبعا مهما كان اللعيب قوته، لو ما فيش اعداد جيد مش هيقدر مش هيقدر يأدي. ان انت طبعا الاحتراف ليه مميزات وليه عيوب. صحيح. من عيوب الاحتراف ان انت ما بتجمعش الفرقه كتير. زي ما كريم قال، ممكن الناس ما تاخدش بالها. صحيح. احنا مش زي الدنمارك بنيجي نلعب. أيوة. على طول. ايوه، احنا بناخد اعداد. هم احنا لازم نعد اعداد جيد، واللعيبه تندمج مع بعض وتشتغل مع بعض، بيبقى في شغل حلو، واللعيبه تحب بعض وقلبها على بعض، ومفيش في منافسة شريفة، بس مفيش منافسة وحشة بين اللعيبة. فطبعا وخلي بالك ده عامل مشكلة، انت عندك لعيبة كتير، عندك لعيبة كتير، هتلاعب مين ولا مين؟ مشكلة حلوة. مش يعني هي مشكلة حلوة. يعني عندك في لعيبة، يعني انت برضو بتطلع تقعد لعيبة تقول لي اللعيب ده تقيل، لو قاعد بره ازاي؟ صح، بس انت في برضه اللي جوه ما اتقل منه. صح. يعني وفي الاخر هي وجهه نظر المدرب. ممكن يكون هو مقعد ده عشان شايف ان ده افضل. لا، وانا لو مدرب عندي لعيبه كتير حلوه احسن ما يبقى عندي نقصان في المراكز او في اللاعبين، فدي حاجه كويسه، مشكله لطيفه. وطبعا كابتن احمد الاحمر قائد الفريق. طبعا. احمد قائد، واعتقد ان هو كمان بيتعامل بحب واخويه جدا. تشوف ده في التسخين، في التعامل، بيتعاملوا ازاي، بيحبوا بعض ازاي، بيقدر يحتضن اي حد. في ماتش تونس كنت شايفه على الدكه بيطبطب على الناس وبيشجع ده وبيشجع ده، يعني حد محترم وانا بحبه دايما واتمنى له الخير. حد مصر كلها تحب احمد. اسطوره الله. اسطوره محترمه، وهم كلهم مجموعه اساطير كبيره، وان شاء الله يكملوا على خير ويعملوا نتائج حلوه كده لكره اليد والمصري ان شاء الله. عظيم جدا.